تصل المساحات المزروعة إلى حوالي 50,000 دونم. الأصناف التي تزرع في قطاع غزة هو صنف السري وصنف الشمالي وصنف الكي 18. أما الأصناف اللي لها علاقة بعمليات التخليف وصنف النبالي وصنف الكلاماتا وغيرها من الأصناف الأخرى. تقديرنا لهذا العام حوالي 10,000 طن من الزيتون، طبعا ينقسم إلى غرضين. غرض التخليل، تذهب كميات إلى التخليل حوالي 2,000-2,500 طن، وباقي المتبقي يذهب إلى العصر في معاصر الزيتون لاستخراج كميات الزيت. المتوقع أن تكون حوالي 1,500 طن من الزيت. معصرة زيتون موزعة على المحافظات، معصرتين في الشمال وعشر معاصر في غزة، 12 معصرة بالوسطى، 13 معصرة بخان يونس، معصرتين برفح. جزء منها يعمل يسميها بمعاصر تقليدية، أي أنها بتتم عملية الاستخلاص عن طريق الضغط. عددها تقريبا 7 معاصر، أما الباقي كلها معاصر فول أوتوماتيك تعمل طريقة الضغط طرد المركزي.